مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم بعنوان النفايات المنزلية. المغرب في السنوات الأخيرة عرف تطور كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، الشيء اللي أثر على نمط استهلاك المغاربة، حيث ولينا كنتجو كميات كبيرة من النفايات الصلبة المنزلية. كل البيوت المغربية كتنتج كميات من النفايات، هاد النفايات الا ما تمش الجمع ديالها بطرق سليمه وفي ظروف صحيه يمكن يكون عندها تاثير كبير على الصحه والبيئه. الان نشوفوا راي مسؤول في قطاع تدبير النفايات المنزليه. النفايات المنزليه هي مجموع القمامه الناتجه عن الانشطه المنزليه او كل ما خرج عن نطاق الاستعمال والحاجه، وهي صنفين: نفايات عضويه ونفايات غير عضويه. الدولة وضعت برنامج وطني لدعم سياسة تنمية قطاع تدبير النفايات الصلبة المنزلية. منذ اعتماد القانون 28.00 الخاص بتدبير النفايات والتخلص منها سنة 2006، تم إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية بدعم من البنك الدولي. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين 350 مدينة ومركز حضري من التوفر على مركز تمر وتثمين النفايات، وإلى تأهيل 220 مطرح عشوائي. كما يهدف هذا البرنامج بحلول سنة 2022 إلى الرفع من مستوى جمع النفايات إلى 90% وإنجاز مراكز تمر وتثمين النفايات إلى 100% وإعادة تأهيل كل المطارح الغير مراقبة إلى 100%، بالإضافة إلى تطوير عملية الفرز وتثمين النفايات إلى 20% والتثمين الإضافي إلى 30%. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.